كان السن بيستهدفه من 4 سنين ل10 سنين، اه دلوقتي لا بقى كمان معاهم الفتره المسائيه بيعلموا المامز بدون دورات تدريبيه. والله اه يعني بقينا دلوقتي كبير وصغير، يعني ما بقاش سن محدد، بس كان طيب دورات التارجت تدريبية الاولاني ايه بقى او تعليم ايه؟ هم بيدوا دورات تدريبيه، هم بقى اللي اتكلموا عنها. يلا نسمع هايدي. اهلا بيك يا اهلا هايدي. وسهلا بحضرتك. في البدايه برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. احب اعرفك على نفسي الاول، انا استاذه هايدي زهران، معلمه تاسيس ومدرب معتمد لتاسيس واعداد معلمات رياضه اطفال واعداد الوسائل التعليميه. ودوري في الحضانه ان انا بدي حساب وماس وقران وحديث. وطبعا احنا بنستخدم، كل مس فينا طبعا بتستخدم الوسيله التعليميه الخاصه بالماده بتاعتها. كده الطفل مش هيمل وهيحب الماده، وطبعا هتجاوب مع انا بقى المعلم. عايزه اتكلم على فكره وسائل التعليم. طبعا لما بتكون قدامك الطفل انت بتبقي عارفه تعبيراته وعارفه توصلي له المعلومه ازاي، عندك بالزبط. وسائل معينه في المكان اللي انت فيه، انما على النت بقى او السوشيال ميديا اكيد في وسائل مختلفه ولازم يكون في وسائل جذب كمان. بالظبط. مش معنى فايه احنا اللي بيحصل يعني بقى؟ حضانه اونلاين ان احنا ما نعملش وسائل، لا بالعكس، احنا عملنا وسائل تعليميه بالظبط زي مثلا اللي هي وسيله الساعه اللي هو تعليم الوقت. الاطفال معانا لقينا تجاوب كويس جدا من الاطفال والماميز الموجوده كمان معانا، بداوا يطبقوها كمان في البيت بابسط الاشياء الموجوده. وعملوا ساعات بايديهم وتعلموا الوقت، ده اهم حاجه. وكسبنا ثقه الامهات فينا. جميل. والحمد لله بدانا كمان بعد ما كنا بندرب اطفال بدانا ندرب معلمات. واحنا كمان عايزين من عند حضرتك هنا ان احنا ايه نشجع الناس ان هم يستغلوا ازمه كورونا ان هم يخرجوا بحاجه ايجابيه منها. يعني احنا بنستغل، احنا طول النهار قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي كلنا، فاحنا صحيح. نستغل الازمه ديت ان احنا نخرج منها بحاجه ايجابيه. ده حلو قوي. يعني استاذه هبه قولي لي برضو انتوا يعني اكيد كمان في حاجات من على النت ساعدتكم شويه زي الجرافيك، الحاجات اللي المصوره اللي ممكن نستخدمها في جذب انتباه الاطفال وان هم ما يبقوش يعني ما يبقاش موضوع ممل بالنسبه لهم او تقليدي. تمام. في البدايه برحب بحضرتك، احب اعرفك استاذه هبه محمد غريب، معلمه رياضه اطفال ومدرب معتمد نور بيان وجولي فونكس. طبعا احنا في الاول واجهنا شويه صعوبات في حته ان احنا ازاي هنوصل المعلومه للطفل، قلقنا جدا. وبعد كده بدانا نبحث وندور على السوشيال ميديا كتير جدا، يا ترى هنقدر نقدم لهم ايه بجانب الوسائل التعليميه. لقينا ان احنا محتاجين ننمي مهارات الطفل اكتر يدوي علشان يبتدي يتشد لنا ويبتدي ينجذب للفكره ويقعد معانا مستمر، لان طبعا في صعوبه بتواجهنا في حته ان الطفل سنه صغير فاستحاله ان هو يكمل طول الوقت قاعد، كانت المامي متخوفه من كده جدا. الحمد لله قدرنا ان احنا نشد انتباهه بوسائل كتيره جدا وبقينا نعرضها، والحمد لله بقى في استجابه كويسه من الماميز وفي استجابه كويسه من الاطفال. عبير يعني عرفينا بنفسك انت كمان. عبير سعيد، اخصائيه تربيه خاصه وتعليم.